بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السادس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم عن موضوع المواريث امتدادا لما جاء في الحلقات السابقة، ونخص في حديثنا اليوم موضوعا هاما، هو موضوع توريث ذوي الأرحام، وهم في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف. الصنف الأول من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الصنف الثاني من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا. الصنف الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم، ومن يدلي بهم وإن نزلوا. الصنف الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم الأعمام للأم والعمات مطلقة، وبنات الأعمام مطلقة، والخؤولة مطلقة وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا. هذه أصنافهم على سبيل الإجمال. قد اختلف العلماء رحمهم الله في توريث ذوي الأرحام على قولين. القول الأول أنهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين، ولم يوجد أحد من العصبة، وذلك لأدلة، منها أولا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى. ثانيا عموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب، وهو من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم. هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، منهم عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو مذهب الحنابلة والحنفية. وهو الوجه الثاني أيضا في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال. والقول الثاني أن ذوي الأرحام لا يرثون، وبه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب المالكية والشافعية، فيجعل مال الميت عند هؤلاء في بيت مال المسلمين. واستدلوا بأدلة منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه الخمسة إلا النسائية وحسنه الترمذي. قالوا فلو كان ذو الرحم ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما، أخرجه أبو داود في المراسيل. ووجه الدلالة منه أنه إذا كان لا ميراث للعمة والخالة وهما من ذوي الأرحام فكذلك بقيتهم. هذه آراء العلماء رحمهم الله في حكم توريث ذوي الأرحام، وهذا بعض ما استدلوا به. والراجح والله أعلم هو القول بتوريثهم بقوة أدلته، ولأنه إذا دار الأمر بين أن يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع الأجانب، وهم أجانب عن ذلك الميت، وبين كونه لأقاربه المدلين إليه بورثته
المجمع على توريثهم تعين أن يكون المال لذوي أرحامه، لأنهم شاركوا المسلمين الأجانب في الإسلام وزادوا عليهم بالقرابة، فيكونون أحق بمال قريبهم. والآيات التي بيّنت المواريث لا تمنع من توريث ذوي الأرحام عند عدم أصحاب تلك المواريث، قد ثبت توريثهم بأدلة أخرى. والحديث الذي جاء فيه أنه لا ميراث للعمة والخالة وتمسك به المخالفون لا تقوم به حجة، لأنه مرسل، وعلى فرض صحته فهو خاص بالعمة والخالة، ولا يمنع من توريث غيرهما ممن جاء الدليل بتوريثه. هذا وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أنهم يرثون بالتنزيل، بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به فيجعل له نصيبه، فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم، والعم لأم، والعمات بمنزلة الأب، والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة الإخوة، وهكذا. والقول الثاني أن توريث ذوي الأرحام يكون كتوريث العصبات، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم، والله تعالى أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.